هادي قلتي لي اختي هاد الوداد زوج بيهم عندهم اعاقه ياك. الوليد وقيلا جاتو شي كريز. لا لا كيجي شطح كل مره كيجي شي مره مره دابا اللعب ديالو هو كيشطح مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من نواحي مدينة الدار البيضاء ومن ضواحي مدينة الدار البيضاء. جيبي شي كرسي خدنا ماشي مشكلة اختي خلينا يعني. مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة او من ضواحي مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع هذه الام هذه اللي عندها جوج الوليدات كيعانيوا من اعاقة حركية وذهنية. واحد الوليد عنده الصرع وعنده مرض التوحد وبزاف ديال الامراض. وهاد السيدة كتسكن خارجة على مديونة يعني راه في العروبية يعني كتلقى صعوبة حتى باش يتعالجوا هاد الوليدات. هاد الأب ديالهم متوفي مدة ديال 10 سنين يعني هاد السيدة راه ما كتلقى لا ليكوش لا باش تعالجهم لا حتى شي حاجة. كنتمنى أنكم تتصلوا بها وتساعدوها حيت فعلا كتستحق المساعدة حيت الظروف ديالها صعيبة بزاف. السلام عليكم أختي، شنو المشكل اللي عندك وشنو النداء ديالك للناس المحسنين؟ قربي لك الميكرو أختي. واحد عنده دابا 19 عام وبالي في 20، واحد عنده 13 عام وبالي في 14 عام. المهم انا ما كنقدرش نبغي نديهم عند الطبيب، عندي جوج ما كنقدرش نديهم حيت كنسكنوا في العروبيه ما كاين لا مركوب لا والو غير الطاكسيات وداكشي ما كنقدرش نديهم بجوج. ومع داك الهزان وداكشي دابا جاني سياتيك ما بقيتش كنقدر نركبهم كاع دابا دايره على الصمته. بغيت من المحسنين شويه اختي الميكرو هبطي شويه هكا مزيان. بغيت من المحسنين يعاونوني عليهم اختي. بابا ميت من 2013. قلتي لي 10 سنين والاب متوفي. 10 سنين دابا هادي في 10 سنين. هانتي لهنا الميكرو. اها. كنطلب اختي من المحسنين يعاونوني عليهم. انت اختي خلي الميكرو حتى فيك. ثلاثة الابناء واحد عادي هو اللي كيعاونني عليهم شويه بحال هكا. الا ديت عي واحد على الطبيب كيبقى يحضر ليا الاخر. ما كنقدرش دابا لا نخدم لا ندير حتى شي حاجه غير نقابل معاه هما بجوج موكلهم ما كيقدروا ياكلوا ما كيقدروا يديروا حتى شي حاجه بوحدهم. ما نقدرش نخدم ما نقدر ندير حتى شي حاجه. دابا اختي شنو محتاجه لهاد الوليدات؟ اي حاجه اختي اي حاجه. دابا انا بعيده في العروبيه كنبغي نعطيهم الترويض بجوج ما كنقدرش ندير ليهم. عطيناهم الترويض بجوج وما كنقدرش ندير ليهم هذا الترويض ديال التوحد وهذا الترويض ديال المشيه. صافي كيبقى كيتعصب ما كينعش ليا كاع الليل كامل الصباح. قلتي لي محتاجين ليكوش محتاجين العلاج الدواء الترويض بزاف ديال الامور. شحال من حاجه عاد ترونسبور بعدا هذا راه كنديه للطبيب عاد فقد طيح لي ثلاثه كنبغي نديه ما كنقدرش نديه وديتو لميريزكو ما بغاوش يديروا معايا حتى شي حاجه كيقول لي ما كايناش البلاصه ودابا طيح لي فقد الدم ثلاثه الا ما درتيش ليه ما نعستيش يعاوني ندير دياليز. اختي دابا النداء ديالك الناس محسنين اللي قادرين يعاونوك شنو تبغي تقولي لهم؟ كنتمنى يشوفوا الحاله ديال هاد الوليدات ويبقاو فيهم. هادشي اللي كنطلب اختي. شنو بغيتيهم يعاونوك؟ اي عليك واش هذا ولدك ياك اللي جا؟ اه ولدي. بلاتي عافاك اخويا كملي اختي. اي حاجه اختي اي مساعده اي مساعده اختي. الرقم ديالك ديال التليفون؟ الرقم ديالي 06 41 98 43 66. وحتى هاد ولدك هذا مازال صغير يعني هو اللي كيعاونك ولكن هو كيقرا حتى هو كيطلع ما كيدكاش حتى طرونسبور ما كيبغيش يدي كيقول لي خاصك تخلص وما كنكونش عندي انا ما كنقدرش نخلص التعليم هو ما كيبغيش يهزو كاع خليه في الطريق وبعيد كان يقرا دابا كيقرا في مديونة. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا معاناة هاد السيدة هادي اللي عندها جوج الوليدات كيعانيو من إعاقة حركية وإعاقة ذهنية. الإنسان راه كيسكن في كازا وكيتقهر بالترونسبور ما بالكم هاد السيدة هادي اللي كتسكن في العروبية وبعيدة بزاف باش توصل مثلا للمستشفى ولا توصل للطبيب ولا توصل لأي بلاصة بغات. عاد الأب ديال هاد الوليدات اللي متوفي دابا مدة ديال 10 سنين يعني هادو يتامى ويتامى مراد مساكن. يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير تبارطاجيو هاد اللايف يوصل للناس محسنين يوصل للناس اللي قادرين انهم يعاونوا هاد الوليدات هادو. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا
الوليدات راه عندهم اعاقه حركيه واعاقه ذهنيه وعاد مرض ديال التوحد والصرع. يعني كنتمنى يعني الله يجازيكم بخير وبارطاجيو هذا اللايف يوصل للناس المحسنين، يوصل للناس اللي قادرين انهم يعاونوا هاد السيده هذه ويعاونوها في الوليدات ديالها، حيت فعلا محتاجه للمساعده. هادو يتامى واللي غيعاون هاد السيده وغيعاون هاد الوليدات هادو راه الجزاء ديالو كبير مع الله اللي غيعاونهم. يعني كنتمنى انكم تصلوا بهم وهاد العائله وتساعدوها، حيت فعلا هاد السيده محتاجه لكم، محتاجه انكم توقفوا معها. يعني ناس المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن. الرقم 06 41 98 43 66. وهنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر. كنشكركم على حسن المتابعة، نتلاقاو إن شاء الله في مباشر آخر إن شاء الله.